شكرا. انا هونربل ميتي يدن مابنج المحافظ بتاعت مقاطعة تنبرا، الليلة يوم عظيم، يوم كبير، يوم بتاع فرح، بنحتفل بميلاد بتاع يسوع المسيح اللي ربنا ولده عشان يخلصنا من الخطايات. وعموما عن تنبرا حسا الليلة نحن مبسوطين بزيارة بتاع بيشوب ادواردو هيبورو عشان يجلس ويقول لنا زيارة تفاقدية، لأنه البيس الناس بتكلموا عنه في تنبرا ده كله جاء من إنجازات بتاع مجلس الكنائس السودانية. فلذا ذلك دائما بيشوب بجيب معنا وربنا بجينا بركة، حس حاولنا نجيب سلام في تنبرا، سلام دائم خلاص لمن الأسرتين اللي هو قبيلة زاندة وبلندا هم بقوا في مركب واحد. من اليوم فصايدا أنا ما بقدر يعرف إنه هيكون في انشقاقات بيننا تاني، وأنا بشكر حكومة بتاعت الغوم بتاع جنوب السودان وواقف معنا قوي من ما بدأنا فيز دي برضو بيقف معنا وبيساندنا بكلمات كويس عشان نقدر نغير رأس مواطن من كلمات الكابل كان حصلت يجي للسلام ويجي لرؤية بتاع بكرة بعد بكرة ودوي فوق ودوي فوق 50 سنة نعمل شنو في جنوب السودان.